طيب خلونا ناخد استاذ علي من مصر. برحب بيك يا استاذ علي. اهلا بيك فندم، ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. انا سؤالي للشيخ عصام، انا في المكان اللي انا بعمل واقيم فيه في نفس الوقت فيه مسجد اهلي كده، مسجد تابع للشركه. المسجد ده ما فيهوش، ليس به امام اوقاف، وبالتالي كل الائمه اللي بتقوم فيه ناس يعني غير لست على قراءه صحيحه بالقران وكده، وبالذات في سوره الفاتحه يعني من الاخر يعني معظمهم بيقرا الفاتحه يلحق فيها لحنا جليا بقوله اهدنا الصراط، ينطق الصراط بالشين وبالته. بنت خسرات دي اللفظ ده تحديد الكلمه دي تحديدا هم اللي معظمهم بيخطئوا فيها بالسين والت. فانا لما لقيت الوضع متكرر يعني تقريبا لفيت على معظم الائمه او كل الائمه اللي بتقوم في المسجد ده ونبهتهم للقراءه الصحيحه لسوره الفاتحه على اساس ان هي ركن من اركان الصلاه. ففي النهايه بعضهم استجاب وبعضهم لم يستجب. ففي النهاية أنا للأسف أنا ما فيش حواليا مساجد تانية يعني. أنا زي ما قلت لحضرتك كده أنا في مكان. طب وحضرتك ليه ما بتصليش بيهم؟ حضرتك ليه أنت ما بتصليش؟ أنا لما بروح بدري بصلي، لما بروح قبل إقامة الصلاة بدخل أصلي بيهم، لكن في أوقات كتير بصراحة للأسف يعني بتأخر عن الإمامة. طب سؤال حضرتك بقى يا فندم، سؤال حضرتك. سؤالي لما أنا دلوقتي، هل أنا لما بلاقي بعض الائمه اللي هم لسه ما يتلوا بالحمد لله نحن لحن جيد، هل انا اصلي في البيت؟ هل اصلي في البيت ولا منفردا يعني، ولا استنى لما اشوف الامام يدخل في الفاتحه يعني واشوف هل هو هيصح الفاتحه ولا لا؟ اذا كان اذا صححت وراه، اذا ما صححهاش اصلي منفرد، ولا ادخل على عمايه زي ما بيقولوا يعني واصلي ورا الامام من اول تكبيره الاحرام وتيجي زي ما تيجي؟ طيب حاضر. لان انا بصراحه في كل فرد بلاقي الائمه دول بيؤموا في الصلاه. تمام، انا فهمت السؤال. انا فهمت السؤال يا استاذ علي. حاضر، بشكرك جزيلا وان شاء الله الشيخ عصام يجيبك باذن الله. هو الاستاذ علي بيصلي في مكان، هو مقيم في مكان العمل، زي مكان يعني كده مسجد تبع شركه او تبع العمل يعني، وهو ده المتوفر له للصلاه اثناء اقامته واثناء عمله. فبيقول دلوقتي في ائمه معظمهم بيجوا بيعملوا لحن جلي في الفاتحه وما بيعرفوش يقراوا الفاتحه حتى وبيصلوا. فسالته منه يعني عارف اللحن الجلي وبيصح للناس؟ قلت له انت ما بتصليش؟ قال لي لما ببقى موجود بصلي، بس هل سؤاله بقى قال لما انا اجي والاقي الناس اللي هي بتخطئ في الفاتحه دي استنى لما اقف واستنى بعد تكبيره الاحرام لما يقراوا الفاتحه واشوفه بيقراها صح ولا لا وادخل اصلي وراه، ولا ادخل على عمايه بقى وخلاص وزي ما تيجي، ولا اصلي في البيت وما اصليش وراهم؟ وجد اماما يخطئ وهو يلحن في الفاتحه لحنا جليا عليه بعد الصلاه ان يعني يصطحبه الى اعلى جنب ويقول الحكم الشرعي، عمل كده يقول لفيت على الائمه اللي بيخطئوا دول وقلت لهم كده ماشي يدربهم. طيب ما بيصليش هو ليه؟ بيقول لما ببقى موجود بصلي، لكن في بعض الاوقات هو باجي مش موجود خلاص معلوش ذنب، معلوش ذنب. انما هو موجود ويستطيع وهو الاكفى هو اللي يتقدم. طيب الناس بقى اللي هتصلي ورا الناس دي حكم صلاتهم ايه؟ هم جهله في قلب بعض يعني، هم كلهم هيصلوا زي المخطئين طبعا، لكن يعني هو مش مغسل وضامن جنه. ايوه مش هيبقى شايل هم اللي مش موجود خلاص، هم خطا هو، الباقيين ما يعرفوش ده خطا. تمام يعني الباقيين ما يعرفوش ده طبط للصلاه اللحن الجلي ولا لا. ايوه مش عارفين فعذرهم بجهلهم. تمام جزاكم الله خيرا.